اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ لطيف وجميل، ولكن الاسم مختلف شويه. في اكله مشهوره جدا في المطبخ الشامي او البيروتي او السوري اسمها شاكريه. شاكريه بالدجاج، شاكريه باللحمه، واشهرهم شاكريه باللحمه الضاني، بتعمل بقى بصل كويزات وتاخد صنوبر في الغرف، حاجه كده تفتح الشهيه ولطيفه. انا حبيت اغير من قواعد الاكله النهارده واعملها بطريقه سهله. هعمل شاكريه بالدجاج والكوسه. حلو قوي. يعني الكوسه تخش لان في اكله بالكوسه معروفه، كوسه باللبن. فلما الشاكريه تتعمل بالدجاج والكوسه بالتاكيد خدت سكه تانيه وطعم تاني. هنقدم معاها رز بشعريه. عدل الأكلة دي رز بشعرية أو رز أبيض، بس أنا بحب معاها رز بالشعرية. هتعجبكم بقى على فكرة، وبتساعد على الهضم، وفيها لبن وفيها كوسة وفيها دجاج وفيها خبرة طهوية. نيجي بقى للمفاجأة النهاردة، الخوخ اللي هو بيسموه خوخ طعمية، لطيف وجميل في السوق كتير قوي وطعمه مسكر. بتيجي نعمله باستا فلورا النهاردة بطريقة لطيفة وحلوة. الباستا فلورا بتتعمل بالمربى، مربى مشمش، مربى تين. أنا عايز الخوخ اللي هو شكل الطعمية ده، سعره حلو. تعالوا نعمله باستا فلورا بطريقتي كده، هتعجبكم وفيها خبرة طهوية برضو، ونقدمها تقعد عندنا أسبوع يومين ثلاثة ناكل منها شريحة، تبقى لطيفة وحلوة. مطبخنا لطيف وجميل، مش مقلل التكلفة، في متناول الجميع، ولكن الفكر الطهوي والخبرة الطهوية بتلعب دور هنا في إن احنا نقدم نفس الماتيريال بأفكار جديدة ومختلفة. تسمحوا لي أطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أوعوا تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد والشكل جديد. معانا صدور دجاج، ومعانا كوسة، ومعانا زبادي، ومعانا بيض ونشا. بالمكونات دي هنعمل أكلة لها تاريخها في المطبخ الشامي البيروتي، وخاصة في الريف السوري والريف اللبناني. اسمها شاكرية، شاكرية بالدجاج والكوسة. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. مقاديرها دجاج، ممكن يكون بديل ليها لحم ضاني أو هبرة، مفيش مشكلة. معانا كوسة، معانا بياض البيض، بياض البيض نفسه، وهنستغنى عن الصفار، ومعلقتين من النشا وكزبرة خضراء ولبن الجيميد او لبن الزبادي بتاعنا او اللبن الرايب. دي البدايل بتاعته عشان تقدري تعملي الاكله دي بطريقه سهله وبسيطه. مش موجود اللبن الجيميد اللي هو لبن الماعز، ممكن نستخدم لبن الزبادي او لبن الرايب، خليط ما بين الاثنين. ولكن عصب الاكله دي الكزبره الخضراء مع التومه مع الزبادي. بنحط معلقتين نشا عشان الزبادي او اللبن ما يفرطش مننا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض سريعا. بناخد صدور الفراخ بنقطعها بشكل كده تبان في قلب اللبن. حلو الكلام. ميزه الاكله دي حموضه اللبن مع البيض مع الكزبره، بيبقى لها طعم حلو قوي مع الرز بالشعريه. تتاكل ازاي؟ نغرف الطبق الرز بالشعريه وعليه شويه اللبن مع صدر الدجاجه، وبالف هنا وشفا. ناخد الموزه دي كده نخليها زي ما هي، تبقى باينه في قلب اللبن. معانا ثلاث صدور، يعني بثلاث موزات. والموزه دي لما بتستوي في قلب اللبن حكايه، بتبقى لوزه. الموزه لما تستوي تبقى لوزه. ناخد الصدور زي ما هي كده نقطعها. الله، اهو نفس القصه كده. الدجاج طبعا بيتغسل وهو سليم من فضلك. جاب الصدر زي ده كده، اتغسل بميه ساقعه، بعد ما يتغسل ينشف تبدأ تشتغلي فيه زي ما انا شغال كده. حلو. معانا بصل، الاكله دي بتاخد بصل برده سليم او بصل كويزات، يعني بصل صغير. نقوم نقطع البصل كده في قلبها. البصل كمان بيبقى طعمه حلو جدا في قلب اللبن المطبوخ. لما بقول اللبن عشان حبايبي اللي بيسمعوني بس، طبخه اللبن دي طبخه عايزه خبره طهويه عشان اللبن ما يفرطش منك، ونحافظ على الحموضه اللي موجوده فيه. عندي طاسه شديده الحراره على النار، وابدا احمر الدجاج مع البصل من غير توابل ولا اي حاجه خالص. خلي بالك زي ما هو كده، زي ما هو غسلتيه حلو، زي ما هو كده هينزل في قلب الايه الطاسه. الله. بعدين نتكلم في موضوع التوابل ده.
والبصل معاه. حلو الصوت ده. بنقلب كده. البساطة والسهولة مطلوبة. ولازم لما تيجي تشوي فراخ او تحمري فراخ بالشكل ده كده لازم تكون الطاسة شديدة الحرارة علشان ياخد الصدمة النارية. يعني ايه الصدمة النارية؟ يعني نحتفظ بالجوس بتاع الفراخ بتاع التحمير نفسه تبقى طرية. شفت الجو ده كده؟ الله. ونسيب دول على النار كده لغاية لما نشوف هنعمل ايه. معانا الزبادي اللطيف ده كده اهو. ومعانا بياض 2 بيضة. بناخد البياض بننزل بيه كده على الزبادي. نعم بيقول لي ليه مش الصفار؟ والله سؤال وجيه. ليه يا شيف ما تحطش البيضة كلها؟ ليه البياض بس؟ محدش سألني السؤال ده إلا المخرج. صح؟ لا خلاص ده مالوش علاقة بالموضوع ده. حلو. البياض بس مش الصفار مش عايزه لأن الصفار لما هنخلطه على الزبادي أو اللبن وينطبخ اللبن هنا هيفقد رونقه. هيفقد طعمه. لونه هيتلون بصفار البيض. أنا مش بعمل بشاميل. ده لبن الجميد او لبن الجميد احنا عارفين كلنا باللبن بيتجمد ويتيبس ويتحط في اماكن مفتوحه وبيتعمل كتير موجود في الاردن ومشهورون بيه طبعا ولكن احنا بدايل له لبن الزبادي او لبن الرايب ده اللي موجود معانا ولبن الجميد ده هو اساس اكله المنسف عشان كده الاردنيين والفلسطينيين مشهورون بيه لبن الجميد المنسف من غير لبن الجميد ما يبقاش منسف حلو الكلام كده الزبادي جاهز معايا بحط عليه النشا ونقلب دول مع بعض. عملت الزبادي بالخطوه دي كده تعملي لبن كوسه باللبن، كبه باللبن، شكريه باللبن، لبن امه. لا دي اكله لبنانيه، لا اسمها لبن امه. بتاخد ايه؟ بتاخد حاجات كتير قوي، بتاخد كبيبه يعني كبه، بتاخد دجاج وتاخد بصل في قلبيها. كبه، كبيبه بتتقلي وتتحط في اللبن. ممكن تتحط نية بتنطبخ في ماء مسلوق وبعدين تتحط للزبادي وتاخد دجاج قطع من الدجاج وتاخد بصل تاخد صنوبر تاخد كزبرة خضراء كده الزبادي جاهز خلطت البياض مع النشا ده زبادي مخلوط بلبن رايب او زبادي مخلوط بمية بس مفيش مشكلة اهم حاجة الحموضة بتاعت الزبادي تكون عندي هنا بنحط له شويه ملح الليمون عشان نعوض المزازه والحموضه بتاعت لبن الجميد الحاجات دي بقى والخبره الطويله دي ما جاتش من فراغ بقى خلي بالك حلو الصفار البيض ده مش هيترمي هنعمل بيه العجينه بتاعت الباستا فلورا ده المطبخ ده ما يترميش هنعمل بيه العجينه بتاعت الباستا فلورا عجينه الباستا فلورا احنا هنشوف مكوناتها دلوقتي هيبقى فيها بيض تعالوا نقلب الفراخ كده اخبارك يا فراخ هو ده خدت لون مع البصل الاكل ده انا بحبها جدا لان هي اللي عنده مشاكل مع القولون والهضم كليها على مسؤوليتي واملال جوزك على مسؤوليتي لا 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 مش دلوقتي خالص كليها على مسؤوليتي واملال جوزك على مسؤوليتي اهم حاجه ان الفراخ تستوي مع البصل بالطريقه دي كده مش هنحط توابل خالص دلوقتي هنا الكلام بقى هنا الشغل هنا الخبره الطويله لما احط فراخ مع بصل من غير اي توابل اكيد في هنا افتكاسه فيها خبره طهويه فيها تركايه ليه الشيف عمل كده هنعرف الكلام ده بعدين دلوقتي خلوا الفراخ تستوي كده وعندنا الزبادي معانا نار حلو ننزل بيه هنا كده ونقلب مطلوب من النار تساوي الزبادي ده مع بياض البيض تقليبه كده من وقت للتاني ونار هاديه اوعى تعلي النار دي مش بتعملي مهلبيه ولا بتعملي بشاميل بس نار هاديه جدا ونقلب كده لازم يستوي على النغم نار هاديه
من وقت للتاني نقلبه. طاسة جانبية بنعمل الخلطة اللي هي عبارة عن كزبرة خضراء وتوم، أكلة فيها غلبة كتير يعني. شفت؟ ولكن سبحان الله الأكلة دي تتحط على الطاولة أو على الترابيزة من غير رز بشعرية تحس إن هي يتيمة، ما تتاكلش بالعيش. أخبار الفراخ إيه؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ معلقة سمنة صغيرة، هطبخ بقى طبخة اللبن. معلقة سمنة صغيرة، حلو، كزبرة خضراء، تبقى كزبرة خضراء كمان مغسولة ونضيفة عندنا. أخبار الكزبرة الخضراء إيه؟ أهي الحمد لله. وتوم، حلو. وللأمانة هحط مكعب زبدة كده، بيدي طعم حلو للبن. نجيب الكوسة الحلوة بتاعتنا بقى اللي مش هتاخد وقت كتير في السوا، أهي نجيب الكوسة دي كده بالشكل ده كده أهو، دول كفاية. شكرية بالكوسة باللبن والكوسة، التقطيعة دي للكوسة زي ما هي كده أهي، ما تتفتحش من بطنها. بناخد الكوسة دي يا عم الشيف تنزل مع الدجاج. الله. ونقلب. ننزل بالماء المغلي. معرفش ضغط فيه ليه. حلو. ده مهم جدا. ننزل بشوربة، لو عندك شوربة فراخ، شوربة لحمة، مفيش مشكلة. وتسيب دول يستووا مع بعض. هتسيح يا فندم حالا دلوقتي. حاضر. النار اهيت بدات تسيح اهي. عينيا. اهم حاجه بس نكمل نتكلم في الموضوع ده، ده مطلوب. البعض بيقول لي ليه ما نزلتش بالكوسه مع الدجاج؟ طبعا نسبه التسويه والتايم بتاع تسويه الفراخ غير الكوسه، وانا مطلوب هنا الكوسه بتاعتي تبقى في قلب اللبن سليمه، ما تتهريش. تاني ليه؟ لان هي لو اتهرت او اتاثرت بعمليه السلق هتغير لي اللبن وتبوظ لي شكل اللبن وهتقلب على محشي، فلازم الكوسه تبقى بشخصيتها وسليمه وتبقى فيها القرشه بتاعتها. خلي بالك لكل حاجه حاجه، احنا بنتكلم في حاجه مش بنتكلم من فراغ، خلي بالك عشان لما ناكل الاكله نحس ان هي ما اثرناش عليها بالطريقه اللي احنا سويناها. الكوسه لما تستوي في قلب الدجاج يبقى فيها قرشه الكوسه، ما تستويش جامد. اللبن بينطبخ، هنعمل الخلطه ونعمل الطشه بتاعت اللبن مع بعض بالسمنه والزبده، وانا هنا الفراخ بتستوي مع الكوسه، وعايز زي ما قلت لحضراتكم يبقى في انسجام كده بينهم مع بعض على النار، وهناخد من الشوربه بتاعتنا دي الحلوه ديت تنزل على الزبادي. الاكله دي لها لسه تكمله ولها لسه حكايه ولها لسه روايه. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف الشكريه بطريقه جديده بالدجاج والكوسه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة معنى كبير وطعم جديد. وأنا محلك سرك يا أبو الشيف، في تركات كده وفي حاجات لازم تتعامل مع حضراتكم واحدة واحدة. أنا لما حطيت بياض البيض على الزبادي والنشا طبيعي إن اللبن خد قوام كثيف زيه زي البشاميل، لأن أنا حاطط في الاعتبار هنا إن أنا هستفيد بالشوربة بتاعة سلق الفراخ. بص على الحلاوة بقى، بص على الشقاوة، هو ده. الله الله. نرجع الفراخ والكوسة لمكانها ونقلب. هنا اللبن خد طعم الفراخ زائد كمان طعم الكوسة، ونقلب كده لغاية لما ياخد القوام بتاعه. طاسة الطش على النار، شفت الحلاوة دي اهو، ياخد كمان شوية. ها
يا سلام بقى لو في شويه شوربه لحمه ضاني. نيجي للمدرسه هنا نفس طريقه عمل المنسف الاردني، طبخه اللبن هي نفسها، وبعد كده بناخد اللحم يستوي ويكمل سواه في اللبن. بنكون مجهزين العيش، العيش اللي هو الرز البسمتي بيسموه، مسلوق جاهز بمرق اللحم. ده المنسف طريقته. الزبادي جاهز اهوت، عايز برضو شويه شوربه. الله، هي كل القصه في طبخه اللبن. كبه باللبن نفس الطريقه، شكريه معانا لبن امه نفس الطريقه، كوسه باللبن نفس الطريقه، بتنجان باللبن نفس الطريقه. كده اللبن جاهز، بنشيله من النار. نيجي للطشه بتاعتنا، بننزل بالكزبره، بننزل بالتومه، تقلبه حلوه للتومه. اوعي في حياتك تحمري توبه اللبن تاخد لون. انت مش بتعملي طشه الفته بتاعت اللحمه او الفته، طبعا التومه بتاعتها بتبقى غامقه شويه. ننزل بالكزبره الخضراء ونقلب شويه. نعناع يابس يا عم الشيف، ليه؟ النعناع اليابس الحلو بيعلي من طعم اللبن وبيشيل ريحه التوم. نقلب. الله، شفت الشغل ده؟ بنعمل ايه يا عم الشيف بقى؟ بناخد شويه من دول كده، ركز معانا مخرجنا حبيبي قلبي، وينزل على الدجاج، نحتفظ بالباقي. اخبار اللبن ايه؟ زي ما هو كده، تنزل الخلطه دي هنا كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. زي الفل، ونقلب ده كده مع بعض واحنا واقفين على النار. دي طبخه اللبن بتاعتنا. نبدا نحط البهارات ونشيل خالص بقى النار، نلغيها هنا. اللبن خد طعم الكزبره والتومه، والفراخ بتاعتي زي الفل خدت خلطه من الكزبره والتومه مع الكوسه الحلوه. الاكله دي تتغرف ازاي يا شيف؟ احنا مع بعض واحنا بنغرفها. مش عايز اعمل حاجه غير ان انا اغرفها دلوقتي. رشه فلفل اسود على الدجاج والكوسه، دي اول بهارات احطها، ورشه فلفل اسود هنا كمان على اللبن. لا كمون ولا كزبره خالص، شويه بابريكا صغيرين هنا كده، والملح بتاعنا. الله، لازم اللبن هنا يكون بشخصيته. طبق التقديم بتاعنا، اعملها لاولادك النهارده دي. شفت حمرت الدجاج خد لون ازاي؟ حطيته مع الزيت ومعلقه السمنه. البصل استوى ازاي في قلب الدجاج؟ الكوسه مستويه بشخصيتها ازاي في قلب الدجاج؟ نيجي لطريقه الغرف بتاعتنا. اللهم صل على النبي. بنجيب طبق كبير كده كف العيله والقرايب والحبايب. الله، ده مكانه. بننزل باللبن، حلو. بقيه اللبن بناخد الشغل ده كده. الله عليك يا عم الشيف، والكوسه دي عايزها، والكوسه دي عايزها. طريقه كده الشيف بيعملها بطريقه ايه؟ حلوه. دول اخليهم على جنب، ونقلب دول كده مع اللبن. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شكريه، دي اكله ريفي عينيه. اهو اهو، ده على فين؟ اهو هنا. عينيا، حاضر اهو.
الشكرية على طريقة المغازي. الله. عشان اللي ياكل منها يعرف ان الشكرية دي بالكوسة واللبن. معايا شوية الفراخ، ناخد الفراخ كده نحطها تبقى باينة بشخصيتها كده، والحمار بتاعها والتحميرة والكوسة والبصل، شوية صنوبر حلوين من ايدك الحلوة. تعالي على نفسك شوية. أكلة اسمها الشكرية أنا شخصيا بحبها، عدلها على السفرة، عدلها على الطاولة، عدلها في وسط العيلة، شوية رز بشعرية وتبقى اكتملت الحكاية. هستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع للباستا فلورا بالخوخ وشوية الرز بالشعرية اللي هم عدل السفرة بتاعتي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. دايما بقول تفاصيل صغيرة المعنى كبير والطعم جديد. عملنا شكرية باللبن والكوسة بفكر المغازي، عملنا فطيرة جميلة لطيفة جميلة توفر عليك التذكرة والتأشيرة ما تروحيش فرنسا، فطيرة الخوخ أو باستا فلورا. بس لازم تخش الفرن 10 دقايق، عدل السفرة بتاعتي، شوية رز بالشعرية، رز لطيف مصري، لازم يكون رز مصري، اوعي تعملي رز بسمتي أزعل منك. كده بنهيني الأكلة. رؤية فن إبداع، تشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان خفة الدم بجد من مزبيرو. We'll be right back.